صباح الخير. النهاردة بس بنتكلم على مقدمة سريعة كده للجزء بتاعنا. انتوا عارفين ان الجزء بتاعي ده يعتبر المكمل لجزء الدكتور محمد السيد. ان شاء احنا الله هنتعرض هنتعرض لجزء بسيط كده لبرنامج الاكسل. جزئنا او المنهج بتاعنا هيكون عبارة عن مجموعة من الاسئلة، هم عبارة عن 8 اسئلة لمين المنهج كله او لمين برنامج الاكسل بصورة مبسطة وموجزة. الامتحان بتاعنا هيكون عبارة عن 5 اسئلة من اللي انا جايبهم لحضراتكم دول. انا بس بكلف حضراتكم ان كل واحد يمسك ال8 اسئلة دول يجاوبهم ويبعتهم لي على طريق الايميل اللي مكتوب في اخر سلايد عندك في الباوربوينت ده، او موجود معايا برضو الرقم اللي انت ممكن تخاطبني بيه عن الواتساب. شوف انت تقدر تجاوبهم في قد ايه، ويفضل ان يكون الاجابة في خلال اسبوعين، ونتواصل ان شاء الله عن طريق الايميل او عن طريق الواتساب باذن الله في مدة اقصاها اسبوعين ان شاء الله. انا عايزك بس تعمل مجهود، مش كبير المجهود، بسيط جدا، بس احنا عايزين نعرف، بس عايز اعلمك ازاي تدور على الاجابة وازاي تجيب كل حاجة بدل ما تبقى عندك جاهزة ان شاء الله. نتواصل على خير بإذن الله، وتمنياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله تعالى. شكرا.